السعودية تعتمد لقاحين جديدين ضد فيروس كورونا، حيث اعتمدت وزارة الصحة السعودية لقاحين آخرين للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى 3، اثنان منها أمريكي. وسفير واشنطن في الرباط: سنحتفل بمرور 200 عام على هبة المغرب للولايات المتحدة. أكد السفير الأمريكي لدى المغرب ديفيد فيشر أن بلاده والمغرب يستعدان بمدينة طنجة لحدث مجيد يطبع العلاقات، وهو مرور 200 سنة على هبة المملكة المغربية للولايات المتحدة. وصول أول رحلة قطرية إلى مصر، حيث وصلت إلى مطار القاهرة الدولي أولى الرحلات الجوية المنتظمة للخطوط القطرية من الدوحة بعد انقطاع دام لثلاث سنوات. ونواب أكراد يطالبون أربيل بتسليم المستحقات النفطية لبغداد، حيث طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين حكومة إقليم كردستان بتسليم المستحقات النفطية للحكومة الاتحادية في بغداد. استمرار أعمال العنف اليوم الثالث على التوالي في دارفور، حيث ذكرت مصادر محلية أن مقاتلي الميليشيات شنوا هجوما دمويا على دارفور يوم الاثنين، في حين قال أطباء إن عدد القتلى في هجوم سابق منفصل بدأ قبل يومين في المنطقة زاد لأكثر من سنة. تعطيل الدراسة في 6 محافظات غدا الأربعاء، حيث إن المديريات التعليمية في 6 محافظات وهي الإسكندرية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح عطلوا الدراسة نظرا لسوء الأحوال الجوية، في حين أن الدراسة تجري بشكل رسمي ومنتظم في المحافظات الباقية، وذلك بناء على قرارات المحافظين. كانت هذه أهم الأنباء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم أنا بسمة عصام وأخي أيمن عصام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.